فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأتينا إليه في المسجد وهو معتكف ويحادثنه، هل هذا يعني أنه تجوز زيارة المعتكف؟ الزيارة ما يخالف يزال، لكن ما يطول عنده ولا يصير الزيارة متكررة، هذا ما يخالف يزار المعتكف. نعم، تزوره زوجته، تصلح من شأنه، ما تصلح شعر رأسه مثل ما كانت عائشة تفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.